ان شاء الله ان شاء الله. طيب. حتى الماتشين الكبيرين كابتن هاني هو فعلا باذن الله هيلعبوا على كده، هيلعبوا على صدر المجموعه ان شاء الله، يعني اعتقد 6 نقط باذن الله، باذن الله يقدر النادي الاهلي بكل قوه وبكل سهوله ان هو يتخطاهم ان شاء الله باذن الله. باذن الله.